أهلين دكتور، تفضل. شكرا كثير دكتور انك اجيت. ولو معقول ما اجي؟ تفضل. لا انا برايي نشوف الوالد بالاول واطمن عليه بيكون احسن. لا انا برايي نشرب شيء اول. اكيد رايك دائما هو الصح. شبك حايز؟ شو في؟ في قصة براسي إذا زبطت رح تعمل تحول كتير كبير بتاريخ المصنع. وشو هي هالقصة بقى؟ مصدر داخلي لتأمين المواد الطبية الأولية للمصنع. طيب كيف؟ ومين؟ الدكتور عماد. لازم تتذكري. إيه؟ كمال أنا كتير مقدرة طبيعة شغلك، بس أنا بحاجة إنه شوفك، نطلع أنا وياك لأي مكان، نتفتل بالسيارة، أنت ملاحظ قديش الحاجز اللي بيني وبينك عم يكبر؟ هذا الحاجز أنت اللي زرعتيه، سقيتيه وكبرتيه، وهلأ رح أدفع ثمنه أنا وأنت. أنا كمال أنا لحالي؟ أنا ما عم بحكي مشان أعمل مشكلة، وأنا ما عم لك طالعني لأنه ما فيني أطلع لحالي، بس أنا بدي إياك نكون مع بعض. ركز على كلمة مع بعض كمال. لك أنا عم حاول صلح شي انكسر. اللي انكسر ما بيتصلح، صعب كتير إنه يتصلح. الأمور كتير منيحة، مشي الحال، بس على الأغلب يبقى عندي اليوم.